تشير الدراسات إلى أن صناعة الزجاجات والحاويات البلاستيكية تعد من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة والضارة بصحة البشر، حيث يتم إلقاء مخلفات من الزجاجات البلاستيكية تقدر بنحو 1 مليار زجاجة سنوياً في المحيطات والبحار، وكذلك فإن مراحل صناعة الأواني البلاستيكية ينتج عنها كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 300,000 كيلوغرام في الجو. وكانت هذه المشاكل هي الدافع لشركة ناشئة تدعى سكيبينج روكس لابس للبدء في مشروع طموح يعتمد على طريقة مذهلة وغير تقليدية لاستبدال الزجاجات البلاستيكية بمنتج آخر عملي صديق للبيئة ولا يضر البشر. سمي هذا المشروع أوهو، وهو عبارة عن فقاعة شفافة ذات جدار رقيق مصنوعة من مواد مستخلصة من النباتات والأعشاب البحرية تحتوي بداخلها على ماء الشرب، وكل ما يجب عليك فعله لشرب الماء هو أكل هذه الفقاعة النباتية بما تحتويه من ماء. والمذهل أنه في حالة عدم استخدام الفقاعة المائية لفترة 6 أسابيع فإنها تتحلل تلقائيا ولا يتبقى منها أي شيء، فلا تنتج عنها مخلفات تضر بالبيئة. وقد أسس شركة سكيبينج روكس لابس المنتجة لهذا المشروع 3 شباب فقط من طلبة كلية إمبريال في إنجلترا، وهم رودريجو غارسيا غونزاليس، جيلوم كاوتش، بيير إيفيس بيسلر. وحتى الآن فإن فقاعات أوهو تعرض وتباع فقط في المناسبات والأحداث الخاصة، لكن تعمل شركة سكيبينج روكس حاليا على تطوير وتصنيع ماكينات لخط إنتاج أوتوماتيكي يقوم بصنع كميات كبيرة من هذه الفقاعات للمستهلكين في الأسواق. إذا أعجبك الفيديو فضلا اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسى الضغط على علامة الجرس حتى يتم إرسال تنبيه لك فور رفع أي فيديو.